صرح البارحة مسؤول بشرطة مومباي أنه قد تم تسجيل تقرير ضد إصابة المجن لورانس بيشنوي والمسجون حاليا بسجن بنجاب، وذلك بعدما قاموا بتهديد نجم بوليود سلمان خان من خلال البريد الإلكتروني الخاص به والذي قام بقراءته مساعده الشخصي، حيث أنه قد جاء فيه أن رجل عصابة لورانس يريد التحدث مع سلمان خان وجها لوجه من أجل إنهاء الأمور، وإلا سوف يرى شيئا صادما. هذا وقد ذكر في رسالة إلكترونية أن سلمان خان كان يجب أن يكون قد شاهد المقابلة التي أجراها المجن لورانس مع قناة إخبارية، وإذا لم يكن الأمر كذلك فعليه رؤيتها، مضيفا أنه ما زال هناك متسع من الوقت لكي يعتذر سلمان خان أو ستكون العواقب وخيمة. والجدير بالذكر أن هذا الجدل يرجع إلى قتل سلمان خان لغزال البلاك باك الذي يعتبر مقدسا لجماعة بيشنوي.